بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء في المرحلة الثانية، رحب بكم، أجمل ترحيب ومحاضرة جديدة ووحدة جديدة من كتاب الهيدوي منهجكم، واللي هو Pre Intermediate Students Book New Headway Plus. تكلمنا بالمحاضرة الماضية أو في فيديو سابق عن الوحدة الأولى، واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الوحدة الثانية. أوكي، إذا عندنا هنا الوحدة الثانية وعنوانها The Way We Live، طريقة عيشنا، شلون حياتنا، يعني كيفية كيف نعيش حياتنا. أوكي، كيف نعيش حياتنا. أوكي، دائما طلابنا الأعزاء نلاحظ هذا الليبل اللي موجود، قلنا عادة في يكون في أول أو بداية كل وحدة من وحدات الهيدوي، وعادة يحتوي على جدول محتويات الوحدة. إذا راح نشوف هنا أولا present tenses، راح نتكلم عن أزمنة المضارع اللي تقريبا عندنا هنا في هذه الوحدة. عندنا زمن المضارع البسيط والمضارع المستمر، وعندنا يعني فقرة راح نشوف شنو الفرق بين زمن المضارع البسيط والمضارع المستمر. عندنا have و have got والفرق بيناته، راح نشوفه أيضا. عندنا تمرين صغير. عندنا أيضا collocation اللي معناتها يعني تكلمنا عن هذه الأمور، collocation اللي معناته الاقتران اللغوي، قلنا نقول شجرة باسقة، جبل شاهق، ما يصير أقول شجرة شاهقة أو جبل باسق، لا، هذا نسميه اقتران لغوي وهو موجود في كل لغات العالم. daily life الحياة اليومية، الحياة اليومية. وأيضا making conversation كيفية بدء محاور أو كيفية إجراء محاورة. عندنا هذا بالبداية طلابنا الأعزاء، تمرين، هذا تمرين عبارة عن عندنا عن أعلام دول، وهاي تحت هاي الأعلام أكو يعني عبارة عن أحرف مبعثرة، أحرف مرتبة بترتيب خاطئ. أوكي، فهنا بالسؤال قال لي إنه هاي الدول تتكلم اللغة الإنجليزية، تتكلم اللغة الإنجليزية، فأنا يجوز عن طريق العلم أعرف هاي اللغة البلد، أو عن طريق ترتيب الأحرف بالشكل الصحيح راح تصير عندنا معروفة الدولة. إذا عندنا هنا هذا أستراليا، أوكي، نيوزيلند، ساوث أفريقيا، شوف هاي SOUTH، المفروض يصير SOUTH، ساوث أفريقيا، AFRICA. أفريقيا. هذا أيضا سكوتلاند، هاي كل هاي الدول تتكلم اللغة الإنجليزية. عندنا The United States، شوف هاي شون المبعثرة الأحرف. أوكي، The United States، United States، الولايات المتحدة. وكندا، أوكي، كندا. هذا أيضا شكل من أشكال الأسئلة، قد أنه تجيني يعني كلمات مثل هذه الكلمات عبارة عن أحرف مرتبة بشكل خاطئ، ويطالب الطالب بإعادة كتابة هذه الأحرف بالشكل الصحيح. أوكي، بعدها طلابنا الأعزاء عندنا ثلاثة نصوص ABC، وعبارة عن قطع تتحدث عن بلدان معينة، وصف لبلدان معينة، يعني
الناس الموجودين في هذا البلد، شنو يشتهر هذا البلد، شنو الرياضات الموجودة في هذا البلد، مناخ هذا البلد يعني كيف هو، ويعني وصف لبلدان معينة. وعندنا نعطينا هنا يعني كلمات مفقودة بفراغات، ونعطيني هنا لفوق في أعلى كل نص، ورايد من عندي أنه أدخل هاي الكلمات المفقودة في الفراغات اللي تناسبها حتى يكتمل المعنى. لذلك راح نقرأ هاي النصوص ونعرف رأسا أن يعني ندخل الكلمات بالفراغات المناسبة. أوكي، إذا عندنا النص الأول. طبعا هذا تقريبا هذا النص راح يعلمني كيفية استخدام، طبعا وصف البلدان عادة استخدم زمن المضارع البسيط. أوكي، زمن المضارع البسيط. أوكي، إذا نبدأ بأي. This country has quite a small population. إذا هذا البلد quite a small population فيه عدد سكان تقريبا يعتبر قليل. population سكان. Okay, just 16 million 16 مليون فقط. But the country is huge. ولكن البلد هذا واسع شاسع كبير جدا. Okay. The people are mainly of European descent. الناس هناك بصورة رئيسية من أصول، هاي European descent، من أصول أوروبية. But there are، طبعا هاي أولا كلمة huge، كلمة huge هاي الكلمة في هذا الفراغ. أوكي، إذا واسع شاسع. أوكي، but there are also aborigines. But there are also aborigines. اللي هم aborigines هذول أصل سكان أستراليا. أوكي، أصل سكان أستراليا. فقط عرفنا هاي الaborigines هو معناته عرفنا أنه جاي يتكلم عن أستراليا. And a lot of Southeast Asian. طبعا هاي immigrants بالفراغ الثاني نخلي immigrants. أيضا العديد من المهاجرين من جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا Southeast Asian، جنوب شرق آسيا. immigrants معنى مهاجرين. People live in towns. الناس يعيشون في المدن. On the coast على الساحل. Not so much inland. وبصورة قليلة جدا في وسط البلاد. ليش؟ Because it is so hot. لأنها يعني يقصد في وسط البلاد حارة جدا. They live a lot of their lives outdoors. يعيشون معظم حياتهم خارج المنازل. Outdoors يعني خارج المنازل. And enjoy هذا بالفراغ الثالث enjoy sports، ويستمتعون بلعب الألعاب الرياضية. أوكي، اللي منها أيضا swimming السباحة and having barbecues، ويقيمون barbecues هي حفلات شواء. حفلات شواء يقيمون حفلات شواء. Okay, this country طبعا هذا exports wool طبعا الصوف. هذا البلد exports يصدر wool الصوف. It has more than 60 million sheep. وفيه أكثر من 60 مليون، طبعا هاي sheep رأس ما يعني أغنام. Okay. أغنام 60 مليون رأس من الأغنام. أوكي، إذن هذا جاي يتكلم عن أستراليا.
شوف النص الثاني بي اللي هو هذا. إذا النص الثاني: This is the second biggest country in the world. هو الثاني أكبر بلد في العالم. ثاني أكبر بلد في العالم. But it has a population of طبعا only يعني راح يصير بهذا الفراغ only هاي الكلمة. ولكن عدد سكانه هو فقط 30 مليون. 30 مليون. It is so big إنه كبير جدا لدرجة أن that there is okay a variety كبير جدا لدرجة أن فيه variety معنى تنوع climates تنوع في المناخ. Most people live in the south أغلب الناس يعيشون في جنوب هذا البلد. Because the north is too cold لأنها في الشمال باردة جدا. It's famous for its beautiful mountains وهو مشهور بجباله الجميلة أو الرائعة. And lakes وبحيراته lakes هي البحيرات. It has طبعا هذا هنا في الفراغ has more lakes than any other country وفيه بحيرات أكثر ما هو موجود في أي بلد آخر. Their favorite sport are baseball رياضاتهم المفضلة هي البيسبول كرة المضرب and ice hockey وهوكي الجليد إذن هذا جاء يتكلم عن كندا طبعا يتكلم عن كندا. نشوف النص الآخر. This country has a population of about 45 million هذا البلد فيه عدد سكان ما يقارب 45 مليون. Of these نسبة 76 من هؤلاء 45 مليون are طبعا black 76 من هذول 45 مليون 76% هم black من السود. Okay. إذن هاي أول فراغ هنا black and 12% are white و 12% percent نسبة مئوية طبعا 12 نسبة 12% هم من البيض. Okay. It has a warm طبعا climate نعم هذا الفراغ warm climate يعني طقس دافئ. Either it never rains فهي إما أنها لا تمطر نهائيا never rains لا تمطر نهائيا or it rains a lot أو أنها تمطر بغزارة. It is the world's biggest producer of gold وهي أكبر منتج عالمي producer هو منتج للذهب. Okay. And it exports diamonds وهي تصدر الدايموند طبعا الألماس. أوكي دايموند. إذن هذا كان عندنا الفراغ الثاني هو كلايمت هاي الكلمة أنا warm climate طقس دافئ. It فراغ grows طبعا يزرعون يزرعون a lot of fruit أنواع عديدة من الفواكه including oranges pears طبعا هذا oranges برتقال pears اللي هو الأجاص او نسميه احيانا يسموه الالو و and grapes العنب. In the game reserves طبعا اذن هذا الفراغ الثاني grows هاي الكلمه grows a lot of fruit. Okay.
In the game reserves طبعا هاي عبارة عن محميات طبيعية تستخدم للألعاب، يعني محميات طبيعية تستخدم لأجل ألعاب. You can see a lot of wildlife في هاي المحميات الطبيعية اللي بإمكان أيضا اللعب فيها. You can see بإمكانك رؤية wildlife الحياة البرية. Including lions الأسود، طبعا هنا بالفراغ هذا elephants الفيلة، zebras اللي هي حمر الوحش، الحمر الوحشية، زبرة وحمار الوحش، and giraffes هاي مو giraffes هاي giraffes طلابنا تنقري giraffes اللي هي الزرافة اوكي. اذا قد ان تكون هاي شكل من اشكال الاسئله، احيانا تجيك جمله معينه وتعطى بعض الخيارات كلمات وانت تختار الكلمات اللي تناسب الفراغات. اوكي نستمر بالتمارين الموجوده في هذه الوحده. طبعا طلابنا الاعزاء مثل ما قلنا صعب جدا ان نركز على كل التمارين، راح نركز على التمارين اللي تصلح ان تكون مادة امتحان، وكذلك اللي يعني التمارين اللي يعني نظن انه راح تستفادون منها بشكل اكبر. اوكي راح نشوف هذا هنا grammar spot. فنعطيني هنا جملتين طلابنا الأعزاء. She has three children and she is having a shower. She has three children and she is having a shower. طبعا هاي الجملة الأولى هي في زمن، طبعا قلناها طلابنا الأعزاء هذا has هو فعل جملة رئيسي. إذا لو ترجعون للمقدمة، فيديو المقدمة اللي نشرناه، كلمة هذا هاي يعني هذا has هو فعل جملة رئيسي هنا بمعنى يمتلك أو عنده، وليس فعل مساعد. إمتى يعني نتأكد أنه هو فعل مساعد؟ عندما يكون عندنا فعل جملة رئيسي، وهذا فعل الجملة الرئيسي هو في تصريف الباست بارتسيبل، تصريف الباست بارتسيبل أو باست بارتسيبل أو اسم المفعول. إذن هذا هنا has عنده، وهاي الجملة كلها في زمن المضارع البسيط، في زمن المضارع. إذن الأولى في زمن المضارع البسيط، الثانية هي في زمن المضارع المستمر. أوكي having a shower يعني يستحم. أوكي يستحم. قلنا الأولى طلابنا الأعزاء تعبر يعني هذا زمن المضارع البسيط يستخدم التعبير عن حالات ثابتة للفرد، حالات ثابتة للفرد. يعني مثلا أقول مثلا عندنا إذا نتكلم عن أشياء متكررة عادة في حياة الشخص، أو يعني خلينا نقول أشياء ثابتة في حياته، أشياء ثابتة يعني تعتبر مثل الحقائق، فهاي نستخدم لها للتعبير زمن المضارع البسيط. أما إذا أريد نستخدم يعني للتعبير عن شيء، للتعبير عن حدث الآن يحصل ولفترة زمنية مؤقتة، فترة زمنية مؤقتة نستخدم لها زمن المضارع، زمن المضارع المستمر. فجأة يقول لي هنا هذا الفرق، لازم نعرف الفرق بين زمن المضارع البسيط، استخدام زمن المضارع البسيط وزمن المضارع المستمر. طبعا هنا هسه راح نشوف ايضا تمرين صغير على have و have got، شنو الفرق بينات have و have got. اللحظة هنا طلابنا الاعزاء هاي ما مطالبين بي انتم، ولكن اللي يعني جيد انه واحد يطلع عليه. عندنا have و have got، have و have got هي نفس الشيء بالضبط، نفس المعنى تماما. have و have got، have
وهاف جوت هو نفس المعنى بالضبط تمام، ولكن عندنا هاف استخدام فورمال اللي هو نسميه استخدام رسمي، هاف جوت استخدام غير رسمي، يعني خلينا نقول باللغة العامية أو الدارجة أو اللغة بين الأصدقاء، أوكي نستخدم هاف جوت. طبعا وإلا من ناحية المعنى هي متطابقة تماما، فقط إن واحد فورمال والثاني انفورمال، واحد رسمي والثاني غير رسمي. الفرق عندنا طلابنا الأعزاء هو في كيفية السؤال، في كيفية صياغة السؤال وكيفية الرد على السؤال. يعني مثلا باستخدام هاف فقط، باستخدام هاف فقط أقول do you have a car، do you have a car، ولكن باستخدام have got أقول have you got a car، have you got a car، هاي بالسؤال. من أريد أنفي الجملة تحتوي على have فقط أو have got راح يصير عندنا الفرق أيضا واضح جدا. باستخدام have فقط أقول بالنفي I don't have a computer، ليس لدي جهاز حاسوب، ولكن باستخدام have got ايش راح يصير عندنا؟ I haven't got a computer، ليس لدي جهاز كمبيوتر. أوكي إذن هذا هنا have you got، هنا لازم do you have، هذا الفرق الرئيسي في التركيب. وواضح عندنا أكثر من أريد أنفي هاي الجمل اللي تحتوي على have و have got، I don't have، I haven't got. أوكي ننتقل إلى تمرين آخر. أوكي عندنا طلابنا الأعزاء هذا أيضا شكل من أشكال الأسئلة، شكل من أشكال الأسئلة اللي قد أنه يعني تتكرر وبشكل قوي جدا. راح نشوف هذا التمرين طلابنا الأعزاء، عندكم جملتين تعطى مثلا جملتين، و واحدة من الجمل صحيحة من ناحية التركيب أو المعنى، والجملة الثانية هي غير صحيحة، جملة صحيحة وجملة غير صحيحة، أنت تختار الجملة الصحيحة. فعدنا هنا هذا التمرين، أولا نشوف رقم واحد where، طبعا where you go on holiday، طبعا هاي خاطئة هاي الجملة، فأقول where do you go on holiday، أين تذهب في أو لقضاء الإجازة. إذن الجملة الأولى خاطئة، الجملة الثانية هي الصحيحة. رقم اثنين do you have any children أو do you have got any children، إذن الجملة الأولى هي اللي صحيحة، الجملة الثانية خاطئة قواعديا. Do you have got؟ ما عندنا هذا التركيب. لو نرجع هسه قبل شوية اللي شرحناه، فأقول have you got any children هي الصحيحة، إذا أريد نصيغ العبارة بشكل صحيح، ولكن بصيغتها الحالية هي غير صحيحة. إذن الجملة الأولى Do you have any children هي الصحيحة. رقم ثلاثة I'm Hans I'm coming from Germany أو I'm Hans I come from Germany مرت علينا، إذن الثانية هي الصحيحة، إذن أنا هانز وأنا من أصل ألماني. أوكي إذن هذا I come from Germany هو هنا زمن المضارع البسيط للتعبير عن أشياء ثابتة في حياة الشخص. أوكي أنا من أصول ألماني، إذن I come from Germany، إذن أنا من أصول ألماني، إذن الثانية I am Hans I come from Germany، الثانية هي الصحيحة. رقم أربعة This is a great picnic،
everyone is smiling. أو this is a great picnic. Everyone smiles. طبعا الأولى هي الصحيحة. ليش؟ قلنا هذا زمن المضارع المستمر يستخدم للتعبير عن حوادث آنية أو وقتية تحدث في عادة في لحظة الكلام أو على طول فترة زمنية تسبق يعني تسبق الكلام لحظة الكلام وقد أن استمرت إلى بعد لحظة الكلام لفترة معينة نستخدم إليها للتعبير زمن المضارع المستمر. إذن هنا للتعبير عن شيء وقتي إذن عندنا هنا smiling. إذن الرحلة والسفرة السفرة كانت رائعة. Everyone is smiling والجميع كانوا مبتسمين. أوكي أو يبتسمون. هنا this is a great picnic. Everyone smiles. من أقول everyone smiles يعني من طبيعة هاي الأشخاص أنهم يبتسمون. Everyone smiles من طبيعتهم أنهم يبتسمون ولكن هذا جاي يقصد هنا في وقت الرحلة فقط هم استمتعوا بهذه الرحلة أو السفرة وهم يبتسمون. أوكي. إذن الأولى هي اللي صحيحة. أوكي. رقم 5 I don't have a mobile phone. I know have a mobile phone. طبعا هذا خطأ تركيبياً قواعدياً خاطئ. إذن الجملة الأولى I don't have a mobile phone هي الصحيحة. رقم 6 جاكس جاك is طبعاً جاكس هذا جاكس هيا جاك is a policeman but he doesn't wear a uniform. أو الثانية جاك is a policeman but he no wear a uniform. طبعاً النهاية خاطئة ليش؟ لأنه هاي تركيبيا قواعديا but he nowhere طبعا هاي جملة خاطئة قواعديا. Jack's is a policeman هو شرطي but he doesn't wear a uniform ولكنه لا يلبس طبعا هذا الزي uniform يعني الزي الرسمي uniform الزي الرسمي. إذن الجملة الأولى هي اللي صحيحة والثانية خاطئة. أوكي رقم 7 Where's Hala? She's sitting by the window. طبعا هذا حديث بين اثنين هاي الجملتين راح نشوفها منصصة بعلامة تنصيص واحد يسأل والثاني يجيب هذا سؤال وهاي إجابة. She's sitting by the window. Where's Hala? She sits by the window. إذن هو شخص جاي يسأل أين هالة الآن. الإجابة She's sitting by the window. هي الآن تجلس بجوار النافذة. ولكن الثانية تعني أنه من عادتها أو على الأغلب أنها من عادتها أنها تجلس بجوار النافذة والثانية غير صحيحة. إذن الجملة الأولى هي اللي صحيحة She is sitting by the window هي الآن وقتيا طبعا تجلس بجوار النافذة. I'm liking black coffee okay. أو I like black coffee طبعا الجملة الثانية هي الصحيحة. أوكي. الجملة الثانية I like black coffee. قلنا هاي black coffee معناته شو نحن نقول قهوة سادة بدون أي إضافات. إذا أكو عندنا white coffee من يضيفوا لها يعني أحيانا بالحليب أو إضافات أخرى راح يصير لونها أبيض فيسموها white coffee. إذن كمل هذا التمرين. عندنا تمرين آخر هذا أيضا طلابنا الأعزاء هو يعني شكل من أشكال الأسئلة اللي قد أنه تمر على الطلاب شكل من أشكال الأسئلة اللي احتمال تمر على الطلاب. قائمة مجموعتين والطالب يوصل أو يختار ما يناسب كل
اختيار. عندنا يعني موجود الحل النموذجي. الحل النموذجي قد انه يعني اذا عندكم النسخة الورقية مجرد ان توصل الاجابة بما يناسبها، بس لازم تحفظها. اوكي، راح نشوف الحل النموذجي. طبعا هو موجود في نهاية الكتاب. هاي نهاية الكتاب، وهي صفحة 118 بالكتاب المنهجي. راح نشوف، طبعا هو رمز التمرين T2.4. إذن هذا التمرين المقصود هو رأسا هنا موصل لي طبعا هو يعني راح يوصل لي الفعل مع الاسم اللي يناسبه. الفعل هاي بالبداية هي عبارة عن أفعال، وراح يوصل لي الأفعال بالأسماء. يوصل الأفعال بالأسماء حتى نوسطها ونكبرها حتى تصير واضحة أكثر. أوكي، الآن يجوز واضحة أكثر. إذن هذا هو التمرين. إذن have a breakfast يتناول طعام الفطور. wash my hair أغسل شعر رأسي. watch a film on TV يشاهد فيلما على التلفاز. talk to my friends أتحدث إلى أصدقائي. make a cup of tea أصنع أو أعمل كوبا من الشاي. أوكي، إذا كان عندنا كل هاي الأفعال في جهة، وعندنا هاي الأسماء في جهة، فهو موصل ليها حسب ما يناسبها. طبعا هذا شكل من أشكال نسميه باللغة الإنجليزية collocation، اللي تكلمنا عنه بداية الليبل، بداية الوحدة، collocation اللي معناته الاقتران اللغوي، يعني بعض الألفاظ في اللغة الإنجليزية. وطبعا قلنا هو هذا أيضا موجود في كل لغات العالم. بعض اللغات تقبل بعض الكلمات، تقبل الاقتران بكلمات أخرى ولا تقبل الاقتران بكلمات يعني أخرى، تقبل بمجموعة معينة من الكلمات ولا تقبل بمجموعة أخرى. أوكي، listen to music يستمع إلى الموسيقى. relax on a sofa يعني يسترخي على السوفا، طبعا هنا معناتها الأريكة. do my homework أوكي، أؤدي أو أنجز. طبعا هذا do هو هنا فعل جملة رئيسي وليس فعل مساعد، بمعنى إذا تذكرون في بالمقدمة قلنا معناته يؤدي أو ينجز. إذن هاي do my homework يؤدي أو ينجز واجبه البيتي. have a shower يستحم. have a shower يستحم. clear up the mess. clear up طبعا the mess هنا يعني إذا كانت الغرفة مبعثرة مخربطة يعني أوكي تحتاج إلى ترتيب، فقول هنا clear up معنى يرتب ال خلينا نقول الأشياء المبعثرة. do the washing up يعني بمعنى يقوم بأعمال الغسيل. have or put posters on the wall. إذن عندنا يا أما أقول have posters on the wall أو put posters on the wall. posters معناته الملصقات على on the wall على الحائط،
يا أما يضع الملصقات على الحائط أو have posters on the wall. Okay. Cook a meal. Cook معنى يطبخ وميل وجبة معينة وجبة أكل معينة. Send emails. يرسل okay, رسائل بالبريد الإلكتروني. Put on makeup. Put on makeup. Makeup هو هذا المكياج. Makeup. Put on مكياج. تضع المكياج. Read magazines. تقرأ أو يقرأ مجل. يقرأ مجل. أوكي يقرأ. إذن المطلوب من الطالب أنه يعرف كيفية أنه أو يعرف ما هو الفعل المناسب الذي يعني يقترن مع الاسم. أوكي. كيفية اقتران الفعل مع الاسم. كيفية اقتران الفعل مع الاسم. أوكي. نكمل بقية التمارين. إذا طلابنا الأعزاء كان هذا هو التمرين اللي شفنا الحل النموذجي إلى. قلنا الطالب مطالب أنه يعرف كيفية. طبعا هنا match the verb and nouns. Match the verb and nouns. ويعني هي كيفية اقتران الفعل verbs مع الأسماء. طبعا هذا عندنا تمرين نفس هاي الألفاظ بعد أن أجرينا له اقتران بين الفعل والاسم راح نعيد ترتيبه هنا في عرفنا معانيها كلها فنعيد ترتيبه هنا يعني ترتيبه هنا في هذه الفراغات. أوكي. إذا عندنا الشغلات اللي دائما نشوفها يعني بالمطبخ كيتشن. طبعا نختار منها من هاي الجداول. يعني ما مطلوب هذا التمرين. باثروم. أيضا شنو الأفعال اللي عادة نسويها بالحمام. باثروم. أوكي. ليفينج روم. ليفينج روم. غرفة المعيشة أو إحنا شون إحنا عندنا نقول هول يعني living room هو غرفة المعيشة غرفة الجلوس يعني عادة اللي تجلس بيها العائلة living room أغلب هاي شنو هاي اللي عادة شغلات اللي نسويها من هاي الأفعال شنو شغلات اللي عادة نسويها بالغرفة الجلوس أوكي bedroom أيضا عندنا غرفة النوم bed room شنو الشغلات اللي أو الأفعال اللي ننجزها أو نكملها أو نجريها في غرفة النوم. أوكي عندنا هنا أفعال معينة أوكي فترتب. إذن تقريبا طلابنا الأعزاء هذا كل ما مطلوب في هذه الوحدة ما بقعدنا شيء في هذه الوحدة أوكي عبارة عن إعادة لكثير من التمارين. طبعا هو هنا يعني اللي راح نشوف بالهيدوي انه كثير من التعابير او كثير من التمارين بها تكرار وهذا طبعا مقصود حتى طالب دائما يتدرب على التركيب الصحيح للجمل او كيفية استخدامه في مواقف محددة إذا طلابنا الأعزاء هذا كل ما مطلوب من عندكم في هذه الوحدة الثانية. أوكي. كل ما مطلوب من عندكم في الوحدة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار
بإمكان بعد أن ننشر هذا الفيديو بالصف الإلكتروني بإمكانكم يعني إذا شيء مفهوم أو نقطة تحتاج توضيح أكثر نوضحها، ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.